بس بخير مزيان كلشي مزيان هاني وهذا السلام عليكم خلي نعسه ياك خلي حتى هذا نعس طبري كيفنا مع رمضان حيدو مترك خليهم لا غير خليهم شوف لا احنا نمشيو كلشي مزيان الحمد لله كيفنا مع رمضان اللهم يقل الحمد لله شكرا لله نعمة الله ذلك فضل من ربي الحمد لله فين واحد لا عاشو خلي ندخلو لا نمشيو حنايا نمشيو لا غير خليهم بسم الله خلي الناس واحد سيد عطى لكم واحد مليون الله يجزاهم خير ويكرمكم الله يجزاكم خير الله يكرمكم بارك الله فيكم يسلم عليه راه الله يرحم الوالدين الله تعالى هاد البركه هادي تيتيها هاد الاشخاص هادو الله يعطيك الخير الله يوفقك على الخير الله يعاونك الله يجازك الله تعالى وتبارك يجيب المدد ديالك امين احسنتي بهاد المحسنين الله يحسن بك بارك الله الله تعالى وتبارك يعطيك حجه مستوره وموتى مستوره شاهده باذن رب العالمين الله تعالى وتبارك يوقف معاك ويوقف مع الوليدات ديالك الله تعالى وتبارك يوقف مع هاد المحسنين هادو اللي جاو عندنا الله يجزيهم بخير وهاد الحد المسكين الله تعالى وتبارك يوقف معاه الله يرحم الوالدين ديالنا وديالكم وديالهم جاج من المسلمين كافة اجمعين والسي ايوب الله يرحم الوالده والوالد الوالد مسكين الله يشافيه انا جيت ما جبرتوكش يا سي ايوب الله يرحم الوالدين سامحهم الله يسامح الله يسامح الله يسامح الله يسامح ليس من غير ما تفرعوا بالدريخه هذي كانت كندرا فالجين تاع التوي انت اللي بينا We hebben een zware beperking. Die moeder onderhoudt ze, de vader werkt af en toe, weet je. Maar het is heel moeilijk om hen te onderhouden. Alhamdulillah, wat broeder geeft elke jaar zakken, die geven we ook, die overhandigen wij ook persoonlijk altijd. Wallahi taqabbal, mogen Allah ons allemaal accepteren. الله يبارك فيك الله يسامح يدينا وديك سلام الله الله يسلم على ودك يا رجائي يا رجائي يا رجائي عفوك إني من نور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني من نور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن لم أدري ما منتهايا لم أدري يأسي وي السلام عليكم لاباس بخير مزيان كلشي مزيان أجي واحد زين ابو حمد زين السلام عليكم محمد زين كبرتي تبارك الله ها خير ابو حمد كيف انت لاباس بخير على الصحة طبعا الصخرة ديالك تبارو هذيك صحة صباحكم بس بس معكم بس سيدي نجيبة بديت خزينكم وكم من 5 يعني
Het gezin bestaat uit 5 kinderen, kleine kinderen, waarvan deze de oudste is, autistisch is, mashallah. Vader is hartpatiënt, ze wonen in een hele kleine huis. Hier slapen ze, hier eten ze, hier drinken ze. Mohammed Begir, السلام عليكم واحد مليون واحد سيد عطا لك واحد مليون بسم الله وعيد الدعيم على الله تعالي زوزي الله يوقف معكم الله تعالي يكتب لكم حسنة وجنة إن شاء الله أمين يا رب العالمين الله يوقف معكم والإخوان جابوا القفاط رمضان حرام الله تعالي يوقف معكم الله يجازي بهم يجازيهم بخير شنو محمد أرجع وأرجع أنت إيش إيش مالك شنو خسر شي معنا ولا؟ مسكين شنو خسر؟ هو ايوب هو جا ايوب قلت لي طلعت ان شاء الله العيد يجيب لك عاود العيد يجيب لك عاود الحلال العيد يجيب لك عاود صبات جداد ياك ها ان شاء الله ها يجيب لك الحوايج ان شاء الله جداد ان شاء الله دابا رمضان خاصني ثاني العيد فين هو؟ لا 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 كنا هاد الايام طلعت نجيب لك واحد يسكن توفى عاود مفصل وطلعت واحد ما خصوش كيشد برك يقول لك ما عندك شي يشد خلي عمو خلي عمو دعي معاهم دعي معاهم الحبيب يرحم والديك الله يوقف معاك الصغار ما خصوش يمشي قال كيقول لك بقى هنا هو ماشي هو انا نجي ان شاء الله هو ايوا يجي في العيد ماما هي ماشية ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوايا رب يوم النداية يا